الصفة الأولى وهي أن يكون العدو في اتجاه القبلة، يعني يكون العدو في اتجاه القبلة، فيصلي الإمام بجميع المسلمين يصلون لأنهم ينظرون إلى العدو، إذا هجم يقطعون الصلاة ويقاتلون، لكن على سبيل الاحتياط ينظرون إلى حال العدو وينتبهون له وهم في الصلاة. ولكن إذا كبر الإمام، لنفرض أنها مثلا صلاة العصر مثلا، طيب، فإنه طبعا صلاة الخوف مع مثل يعني إذا في الإقامة أربع، إذا في السفر ركعتين، يعني إذا كان العدو هو اللي هاجم علينا نصليها أربع في بلدنا ما سافرنا، إذا حنا اللي مجاهدين رايحين للعدو فهذا يكون إيش؟ خوف وسفر، فيكون فيها قصر. فالمهم أنه يستقبل الإمام العدو وكذلك جميع المصلين معه، يكبر يكبرون معه جميعا. فإذا ركع الإمام ينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يركع وقسم لا يركع حتى ينظر لحال العدو. فلو فرضنا خلف الإمام مثلا 20 صفا مثلا، الصفوف العشرة الأولى هي التي تركع مع الإمام، الصفوف العشرة المتأخرة لا تركع، فيركع الإمام تركع معه الصفوف العشرة الأولى، ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفعون معه، ثم يسجد يسجدون معه سجدتين، والصف الصفوف العشرة الثانية واقفة لا تتحرك، لا تصلي مع الإمام، تنتظر حتى يتم الإمام الركعة، ثم يأتي بالركعة الثانية. طيب، والركعة الثانية العكس، الذي ركعوا مع الإمام الركعة الأولى يظلون واقفين، والذي لم يركعوا معه هم الذين يتابعون الإمام ويركعون معه ويسجدون معه. فإذا الإمام يصلي ركعتين كاملتين لوحده، طيب، يعني والصفوف العشرة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، والصفوف العشرة الثانية تصلي مع الإمام ركعة، طيب، والمجموعة الثانية واقفة ما تتحرك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ نعم.